قال لي اكسيون. اصدقائي فيما كنتم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنقدموا لكم في قناه سلسله لقاء مع الموجي. في هذا الفيديو فاحنا غادي نكملوا الشروحات المصوره ديالنا من بعد ما هضرت لكم على طريقه التسجيل في الماستر بجامعه عبد الملك السعدي بتطوان، واللي ذكرت فيه مجموعه ديال الاشياء المتعلقه بطريقه التسجيل بالاضافه كذلك للوثائق. فانا غادي نقول لكم خصكم ضروري اوبليغاتوارمون انكم ترجعوا لديك لا فيديو باش انكم تعرفوا على الوثائق اللي ذكرت، وكذلك تعرفوا على مجموعه ديال المعلومات اللي عطيتها في هذاك لا فيديو. دونك باش ما نطولوش هذا لا فيديو نعاودوا نفس الهضره، فضروري ورجاء انكم ترجعوا لذاك لا فيديو باش انكم تشوفوا دوك المعلومات اللي حطيت، وكذلك الوثائق اللي شرط لها. وكذلك بغيت ننبه لواحد القضيه مهمه، بان التسجيل في الاجازه المهنيه ولا الاجازه المهنيه ديال في جامعه عبد الملك السعدي فهي كتخول لك ولا كتعطيك الحق انك تختار تخوا ديال لي شوا، يعني سواء اختاريتهم في نفس الكليه، يعني مثلا بغيت مثلا ثلاثه ديال الاجازات مثلا في كليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه مثلا ديال تطوان، فعندك الحق انك تختار ثلاثه ديال الاجازات المهنيه اللي كانوا مفتوحين في هذه الكليه. ولا مثلا بغيت مثلا اجازه مهنيه مثلا في كليه ديال الاداب، وبغيت مثلا ولا المدرسه العليا ديال الترجمه اللي كاينه في طنجه، ولا مثلا بغيت اجازه مهنيه اخرى مثلا في كليه ديال الحقوق. دونك عندك انت تخوا ديال لي شوا، سواء اختاريتهم في نفس الكليه ولا اختاريتهم في ثلاثه ديال الكليات مختلفين. حاجه اخرى بغيت نبه لها، وهي انكم ما تسرعوش، ردوا البال من داك الشيء اللي كتسيزيو، وردوا البال كذلك من اي حاجه كتكتبوها. وقبل ما دير فاليدي خصني نتاكد مزيان من المعلومات ديالي، ومنين بغيت نسجل فانا نعطي الوقت الكافي باش اني نسجل. يعني عندي مثلا بغيت ندير مثلا 5 دقائق دغيا نزرب على داك الشيء، ندير ربع ساعه ولا ثلث ساعه وناخذ الوقت ديالي ونسجل بكل راحه، وانا مطمئن وما مبقاش نبرص راسي باني ونسيت هادي دخلت هادي. دونك ناخذ الوقت ديالي ونتسجل بشكل عادي. دونك الا احتجتوا شي حاجه ولا ما فهمتوا شي حاجه ولا كان عندكم مشكل في لا كونيكسيون ولا خفتوا انكم تغلطوا، ممكن انكم تواصلوا معايا وتصيفطوا لي المعلومات ديالكم وغادي نسجلكم. ولكن رجاء شوفوا الفيديو الاول اللي حطنا على طريقه التسجيل في الماستر باش ما يوقعش لكم مشكل في التسجيل ديالكم، وانكم توجدوا الوثائق اللي شرط ليها في داك الفيديو. وما تنساوش كذلك انكم تابونا في لاشين وتفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. كان مجموعه ديال الناس اللي هما محتاجين لهذا لي فيديو، فإلا استفدتوا نتوما فحتى هما ضروري خصهم صراحه يستفدوا باش المعلومه توصل، واي حاجه كنقولوها فحنا كنهدفوا من خلالها باش اننا نساعدوا اكبر عدد ممكن من الطلبه اللي فعلا بغاو انهم يتسجلوا في الاجازه المهنيه ولا في الماستر. وحاجه اخرى كذلك اصدقائي، الى دخلتوا لاشين ديال سلسله لقاء مع الموجي فكاين مجموعه ديال لي فيديو اللي ممكن انكم تستفدوا منهم، وكذلك كان مجموعه ديال الشروحات الخاصه بالماستر اللي ممكن انكم تدفعوا ليهم وتونطيو لا شونس ديالكم. وكنضرب لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه اصدقائي، تحياتي اليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجي في كل مكان. عدت لكم مرة أخرى باش أننا نكملو الشرح المصور ديالنا. كما كنتو معايا أصدقائي، هذه هي قناة سلسلة لقاء مع الموجي اللي فيها مجموعة ديال الفيديوهات اللي ممكن أنكم تتابعوهم. وما تنسوش كذلك انكم الى باقي ما درتوش اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب في لاشين، انكم تكليكيو هنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات اللي كنحطو في قناه سلسله لقاء مع الموجي. ما تنسوش كذلك انكم تتابعوا السيت ديالنا اللي غادي نحط لكم لوليان ديالو في الديسكريبشن ديال لا فيديو، وكذلك انكم تتابعوا جديد المواضيع اللي كنحطو في الموقع. اصدقائي، اول شيء هو كندخل لبلاتفورم الخاصه بالتسجيل في لا ليسونس بروفيسيونيل ديال جامعه عبد الملك السعدي اللي مفتوحه لجميع الكليات اللي تابعين لهذه الجامعه. دونك عندنا مجموعه ديال الاشياء اللي خصنا نعرفوهم. اول شيء ملي كندخل لبلاتفورم فكيعطونا واحد الرساله ترحيبيه بالعربيه وبالفرنسيه، ممكن انكم تختاروا اللغه اللي بغيتوا باش انكم تتبعوا التسجيل ديالكم، اما العربيه ولا الفرنسيه. بيرسونيلمون ولا شخصيا غادي نختار الفرنسيه باش اني نكمل هذوك لي زيتاب ديال التسجيل.
من بعد ما كندخلوا اصدقائي، وكما سبق لي وشرط ليها بانه خصنا ضروري نعملوا واحد الفورمولير هو الاول، عاد من بعد كنختاروا الخوا ديال لي شوا ديالنا. بعد ذلك اصدقائي كما سبق لي كذلك وشرط ليها بانه خصكم تاكدوا من لي زانفورماسيون ديالكم، وبانه عندكم تخوا ديال الاختيارات اللي خصكم ضروري انكم تختاروهم، في سواء في كليه وحده ولا في ثلاثه ديال الكليات مختلفين. كذلك فو تخوا فيليير شوازي بوف تيتر دون لو ميم ايتابليسمون، هادشي اللي شرحت لكم دابا. دونك بعد ذلك كديروا سويفون كما كتشوفوا هنا، حاطين لكم واحد لا فيديو على طريقة التسجيل، دونك حنا غادي نشرح هذا الشيء كامل اللي قلنا. هنا كذلك خصكم تسكانيو لي فيشي ديالكم، وهذوك لي دوكيمون اللي غادي نقول لكم دابا، يعني ديبلوم ديال الباك بليس دو، يعني دوك، ولا الى عندكم كارتونه يعني دوك كارتونه هكا، ولا الى عندكم غير شهاده النجاح ديال الدوك ممكن انكم تسكانيو حتى هي. بالنسبه للديبلوم ديال الباك حتى هو ضروري، يعني شهاده البكالوريا خصكم تسكانيوها، يعني من جوج ديال الجهات ولا من جهه واحده اللي كتهم هي الجهه الاماميه. وعندنا كذلك بيان النقاط الخاص بالبكالوريا خصكم حتى هو ضروري انكم تسكانيوه. وعندنا كذلك بيان النقاط المتعلق بالفصول باربعه، يعني الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع، ويكونوا موقعين من طرف المؤسسة ديالكم، اما مصلحة الشؤون الطلابية ولا العميد ديال الكلية ولا نائب ديال العميد. وعندنا كذلك هنا بطاقة التعريف الوطنية ديالكم، يعني خاصة بكم. بعد ذلك كتكليكيو على سويفون. هنا كما كتشوفوا كونديسيون ديال البي دي اف، هادوك لي دوسي كاملين اللي كديرهم في بي دي اف واحد، يعني الباك وشهاده البكالوريا وبين النقاط وغيرها من دوك الوثائق اللي ذكرت لكم، خصكم تجمعوها في بي دي اف واحد. بعد ذلك اصدقائي كما كتشوفوا معايا هنا، تو دوسي ان كومبلي نو سوا با اكزاميني، يعني اي دوسي ما كاملش راه ما غاديش تم الدراسه ديالو، وما غاديش يردوش لي وما غاديش يردوا لي البال اصلا. دونك هنا تيقول لك هنا توت فوس ديكلاراسيون او ايرور دو سيزي اونترين لانولاسيون دو لا كانديداتور، يعني اي خطا في الكتابه ولا شي حاجه درتها سهوا ولا عمدا ولا نسيتها، دونك راه غادي تدي مباشره للالغاء ديال التسجيل ديالك. عندك كذلك هنا لي دوسي بابي، يعني الملفات الورقيه اللي كتضم مجموعه ديال الوثائق الرسميه ديالكم ولا الاصليه ديالكم، فما غاديش يتحطوا وما غاديش يطلبوا منكم الا بعد اتمام التسجيل النهائي، يعني ملي تقبل في لا ليسونس بروفيسيونيل بشكل نهائي وتمشي لافاك باش انك تحط الدوسي ديالك، فهنا غادي يطلبوا لك دوك الوثائق اللي سكانيتي بين النقاط شهاده البكالوريا، بالاضافه كذلك الاتيستاسيون دو ريوسيت بالنسبه للدوك ولا ديبلوم، وكذلك نسخ مصادقة عليا من بطاقة التعريف الوطني، وممكن يزيد لكم فيما بعد واحد الالتزام. بعد ذلك أصدقائي كنكليكي على كومونسي. من بعد ما كتكليكي على كومونسي غادي يطلع لك واحد لا فونيتر اللي خصك تكليكي عليها بانك انت ماشي روبوت، وبانك راه انت واحد الانسان اللي بغى يتسجل، فقط هذه اجراءات وقائيه باش للحد من لي سبام. كما كتشوفوا اصدقائي معايا دابا تيقول لك ديبوزي فوتر كانديداتور اون لين، وهنا كما كتشوفوا pour une meilleure transparence des procédures de candidature ou de sélection des étudiants postulant pour une inscription dans l'une des filières de LP tatatata, vous pouvez postuler via cette plateforme selon les étapes suivantes. يعني هما تيذكروا بدوك لي ستاب لي ديجا انا شرحت لكم. هنا كيطلبوا لكم السيزي ديال الفورمولير ديال لا كانديداتور اونلاين، يعني داك وصل ماشي وصل، يعني دوك لي كاز اللي خصنا نعمرو اللي متعلقين بالمعلومات الشخصيه ديالنا اللي خصنا نعمروهم في اونلاين يعني عن بعد. وكذلك هنا الاختيار ديال لي فيليير ديالنا،
خصكم تختاروا 3 ديال لي فيليير او ماكسيموم، يعني على الاكثر يعني ولا اقصى تقدير خصكم تختاروا 3 ديال الاختيارات من ضمن هذوك المسالك ولا التكوينات ديال الاجازات المهنيه اللي مفتوحين. عندنا كذلك اديسيون ديال يعني تحميل وصل التسجيل باش انك تحط هذاك الدوسي الورقي ديالك. عندنا كذلك هنا موديفي، يعني الا بغيتي موديفي لي زانفورماسيون ديالك ولا كتلقاو هنا سانسكري الى بغيتو تدخلوا لي زانفورماسيون ديالكم. انا ديجا سبق ليا درت انسكريبسيون وسجلتها ولكن مشات، دونك انا كنعاود فقط غير واحد الانسكريبسيون اخرى، حيت ديجا انا مشاو لي دوك مشى لي الفيديو الاول، دونك تنطر باش نعاود فيديو اخر من جديد. دونك هنا انا غندير موديفي هما لي ميم زيتاب، يعني تبعوا معايا حتى الاخر. من بعد ما كندخلوا اصدقائي الخطوه الاولى، دونك عندنا 4 ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو المتعلق باللي زانفورماسيون بيرسونيل ديالنا، يعني كندخلوا الاسم العائلي ديالنا هنا، كذلك الاسم الشخصي هنا، وهنا كذلك الرقم الوطني للطالب. هنا ممكن انك دير سي ان او، يعني الناس اللي عندهم سي ان او ممكن انهم يديروا سي ان او ديالهم، وهاد سي ان او هو يعادل كود مسار. الا عندك كود مسار دير كود مسار ديريكتومون. كود مسار نعاود نشرح لكم بانه تبدا بحرف كبير وتتبع لي 9 ديال الارقام. سين او الى عندك مثلا خديت الباك مثلا في 2013 ولا 2011 ولا 2016 ولا 2015، فكتسبق 15 هي الاولى. الى عندك باك 2015 15 هي الاولى، وكتزيد لها ديك 8 ديال الارقام اللي باش يكمل لك 10 ديال الارقام في سين او ديالك. هذا الشيء واضح وشرحته في فيديوهات سابقه. دونك عندنا هنا سي ان، يعني المتعلقه برقم بطاقه التعريف الوطنيه ديالك. هنا لا دات دو نيسونس ديالك، ممكن هنا تختار لا دات دو نيسونس ديالك، يعني هنا كتختار الشهر وهنا السنه، وكتهبط كذلك وكتهبط لهنا باش انك تختار النهار فين تزاديتي. من بعد ما كتختار هادشي كامل كتجي لهنا تاني ليو دو نيسونس، يعني مكان الازدياد ديالك، ويجوز حتى انك تحط لاكارت قدامك باش انك تشوف هادوك المعلومات اللي مكتوبين بالفرنسيه باش ما تغلطش فيهم وما دير شي خطا من بعد. بعد ذلك كدير ناسيوناليتي. هنا ناسيوناليتي هي بطبيعه الحال ماروكين، الا كانت ايترونجير كدير هنا الجنسيه ديالك. هنا السيري ديال الباك ديالك، واش سيونس ايكونوميك، واش ليتر، واش سيونس مات، وغيرها من الشعب الاخرين. عندنا كذلك هنا لو جونغ، يعني ماسكولين ولا فيمينا، يعني ماسكولين يعني ذكر ولا انثى يعني فيمينا. عندنا كذلك هنا افيك بوزوان سبيسيفيك، لا بليبار غادي يدير نو. عندنا كذلك هنا سيتياسيون بروفيسيونيل، يعني واش انت ايتوديون ولا موظف ولا اجير. دونك الا كنتي ايتوديون يعني طالب غدير ايتوديون ولا ايتوديون، فونكسيونير موظف، سالاري اجير. هنا كدير كذلك رقم الهاتف ديالك، يعني ضروري دير رقم الهاتف ديالك ويكون صحيح. هنا ضروري كدير الايميل ديالك، حتى هو يكون ضروري انه يكون صحيح باش الا وقع شي مشكل ممكن انك ترجع فيما بعد. بعد ذلك كدير سويفون. كما كتشوف هنا الخطوه الثانيه متعلقه باللي ريزولتا، يعني النتائج. عندنا هنا فوتغ ديبلوم باك بلس دو، واش خديت الدوغ ولا الدوست ولا الدوب ولا الدي او تي ولا البي تي اس ولا الدي تي اس، يعني في الاوف بي بي تي. وعندنا كذلك لي كلاس بريباراتوار ولا اوتر كونتاكتي ليتابليسمون ديالك. دونك حنا بطبيعه الحال غادي نديرو الدوغ. بالنسبه لي كلاس بريباراتوار ضروري خصهم انهم باش انهم يتقبلوا ولا انهم يتسجلوا خصهم تكون عندهم واحد لا موين ديال النقاط ديالهم فايته على الاقل ولا كتساوي 10 على 20. هنا كتجي لانتيتولي ديال لا فيليير ديالك. هنا مثلا خديتو مثلا ايتود فرونسيز، انا غادي نخلي ايتود فرونسيز. خديتو ايتود انجليز دير ايتود انجليز، خديتو سيونس ايكونوميك دير سيونس ايكونوميك. وهنا كتجي باركور ولا اوبسيون ديال الدبلوم، يعني هنا اللي بيقول لك مثلا في سيونس ايكونوميك كتلقى مثلا 3 ديال لي باركور ولا 3 ديال لي زوبسيون. سي لا ميم شوز مثلا ملي كنهضروا على الفرنسيه ولا العربيه ولا الانجليزيه، فكنلقاو لسانيات ولا اداب. دونك حنا غادي نديرو ليتيراتور، دونك باعتبار انا خديت ليسونس بروف ليسونس فوندامونتال باردون في لوبسيون ديال لا ليتيراتور، دونك غادي ندير ليتيراتور. هنا المونسيون ديال الدبلوم ديالك، واش خديتو باسابل ولا اسي بيان ولا بيان ولا شوف انت يعني حسن ولا مستحسن ولا مقبول. بعد ذلك كتجي لهنا ليتابليسمون دوريجين، يعني
لا فاك فين خديتي هذيك الاجازه او لا هذاك الدوك ديالك فين خديته؟ واش خديته في لا فلاش مثلا كليه الاداب ديال مراكش ولا ديال اكادير ولا القطب الجامعي ولا كليه ديال السيونس ديال تطوان ولا ديال غابه ولا شوف انت فين خديت هذاك الدوك ديالك وكتجي كتكتبه هنا. دونك هنا الا خديته مثلا فلاش فلاش مراكش غدير غير فلاش فلاش مراكش هكا. بعد ذلك كتجي هنا للنقاط ديالك، هنا ضروري كدير النقطة ديال الباك ديالك، شحال باش جبتي الباك، كتمشي تشوف النتيجة شحال باش جبتيها، والنقطة راه خاصها تكون مثلا جوج ديال الأرقام الأولين وكدير النقطة، ما كديرش فاصلة بين الأرقام. بعد ذلك كدير هنا شحال باش فاليديتي الفصل الأول، يعني كدير فقط ما كديرش على 20، كدير فقط غير النقطة شحال باش جبتو وكتفصل بين الأرقام بنقطة. عندنا كذلك هنا النقطة ديال الفصل الثاني كدير 12 مثلا نقطة 57 مثلا ولا 14 نقطة 66 ولا 17 77 وغيرها. هنا كذلك السوميستر 3 شحال باش جبتيها ولا شحال باش فاليديتيها عفوا، دونك كدير 14 ولا 12 ولا 10 ولا 11. كتجي هنا كذلك السوميستر 4 شحال باش فاليديتها. كذلك كنجيو لحاجة أخرى اللي هي مهمة وهي المتعلقة بسنة الحصول على شهادة البكالوريا، واش 2015 ولا 2010 ولا 2007 ولا شوف أنت السنة فين خديت الباك ديالك. هنا كذلك لاني دوبتونسيون باك بليس 2 ضروري كدير السنة فين خديت الباك داك الدوك ديالك، واش 2016 ولا 2017 ولا 2018 ولا 2019. بعد ذلك كدير سويفون. ملي كدير سويفون فهنا كتجي الاختيارات، يعني كما كتشوفوا معايا ديجا انا اختاريت الاختيارات هنايا، الشوا الاول الشوا الثاني الشوا الثالث، وهنا كتشوفوا بانه بور كونيتر لي كونديسيون داكسي اي فيليير من هاد لي فيليير فكتكليكي كليكي ايسي ولا انقر هنا. بعد ذلك كتجي هنا باش دير هاد لي شوا كاملين، فكتجي هنا كتختار شوازير ان ايتابليسمون، يعني كتختار المؤسسة اللي انت بتختار، فمثلا بغيت نجي مثلا هنا انيس دو تيتوان، وبعد ذلك كندير شوا ديال الدبلوم بطبيعة الحال ليسونس بروفيسيونيل. هنا كيقول لك راه كاينين عندنا جوج ديال ليسونس بروفيسيونيل، عندنا انفورماسيون اي كومونيكاسيون دونتربريز، عندنا لوجيسيال اي ديفلوبمون ويب. عندنا الا اخترنا مثلا كنكليكي مثلا اختار هنا ولا شوازير هاد انفورماسيون اي كومونيكاسيون دونتربريز، راه هي هادي. من بعد ما كنختارها ف كنجي للاختيار الثاني، مثلا كنختار مثلا فاكولتي دي سيونس فاكولتي دي لاتر دي سيونس زومي، فكنجي ليسونس بروفيسيونيل مره اخرى وكنجي كنكليكي شوازير هنا، وكما كتشوفوا معايا ها هي غادي تطلع لكم هنا. كنجي مثلا ليسونس مثلا ديال الحقوق، مثلا كنختار مثلا هنا كنجي كنختار ديبلوم مره اخرى وكندير ليسونس بروفيسيونيل، وكنختار مثلا مانجمنت توريستيك اي اوتيليي ولا بنك اسيغونس، ولا كتجي كتنزل لتحت هنا كاينه انفورماسيون دو جيستيون مانجمنت دي زونتربريز وغيرها من الاشياء اللي هما مقترحين عليك. وممكن مثلا نجي هنا مثلا حيت انا عاودت هادي جوج المرات، ممكن نجي مثلا هنا مانجمنت دي زورغانيزاسيون، ها هي كتجي هنا مثلا وكتختارها. بعد ذلك من بعد ما تحس من الاختيار ديالك فكتجي كدير سويفون. ملي كتجي لهاد الخطوة أصدقائي، يعني الخطوة الأخيرة يعني ولا ما قبل الأخيرة، وهي أنك خصك تسكاني هاد الوثائق اللي غادي نعاود نذكر بهم الدوك ديالك، إما أتيستاسيون ديال النجاح ديالك ولا ديبلوم ديال الدوك، ديبلوم ديال الباك، هنا بين النقاط ديال البكالوريا ديالك، هنا الغولفي دي نوت دي سيمستر من السمستر الاولى حتى السمستر 4، راه غالبا غادي تلقاو داكشي مجموع في بين في ورقه واحده ولا جوج ديال الوراق، دونك ما غاديش تحتاجوا انكم تعاودوا ديروا واحد ليطاب اللي هي معاوده. هنا كما قلت لكم موقع لها العميد ولا نائب العميد ولا مصلحه الشؤون الطلابيه، كذلك هنا بطاقه التعريف الوطنيه ديالك، وهنا كدير فيشي ديبوزي يعني كونديداتور، يعني انا درت كونديداتور، يعني هنا كما كتشوف معنا هذا هو الاسم ديال الدوسي، انا ديجا بدلت ليه السميه ولكن هما عطاو لي بهذه السميه هكا. حاجه اخرى اصدقائي هي المتعلقه بالبي دي اف، يعني البي دي اف باش انك تسكان هذا لي بي دي اف، ممكن انك تدخل تقلب على في البلاي ستور على كام سكانر، وممكن انك تسكاني هاد الوثائق بلا ما تحتاج انك تمشي لشي شي واحد يتقلب عليه باش انك تسكاني دوك لي فيشي ديالك. بعد ذلك كدير باركور هنا وكتجيب داك الملف ديال البي دي اف فين كاين عندك وكتحطو، مثلا انا
قلت لي سميه مثلا البي ماستر مثلا، غادي تجي وغادي تكليكي عليه مثلا بحال هكا، وباش انك تضيفه في ما بعد باش تحطه. دونك انا ديجا حطيته، راه هو هذا. بعد ذلك كنجيو هنا وكنديروا انريجستري. من بعد ما كنديروا انريجستري اصدقائي، فكيعطوكم واحد المود باس، واللي هي غالبا كتكون رقم بطاقه التعريف الوطنيه ديالكم، وكيعطوكم واحد المود باس ديالكم، يعني ليدونتيفيون هو رقم بطاقه التعريف الوطنيه ديالكم، والمود باس يعطيكم واحد اربعه ديال الارقام اللي خصكم ضروري انكم تحافظوا عليهم، وانكم تصورهم بالتليفون او صورتهم بالتليفون، باش فيما بعد ممكن انكم تعاودوا تدخلوا لهاد لابلاتفورم باردون وتموديفيو داكشي اللي بغيتو تموديفيو. دونك كدير كونتينيي باش تيري داك الوصل ديال التسجيل. انا ديجا حاولت معاه، يعني جو بونس راه باقي ما كاينينش هادوك هذاك الشيء الخاص بوصل التسجيل. دونك غادي نشوف واش كاين ولا ما كاين، باش نكونفيرمي ليكم واش كيتليشارجا ولا ما كيتليشارجاش. دونك اصدقائي ما تيتليشارجاش الوصل ديال التسجيل، اوتوماتيكمون من بعد ما كليكيت على امبريمي ورجعني للصفحه الاولى اللي بدينا فيها لا موديفيكاسيون ديال لي فيشي ديالنا. دونك هادشي اللي كان اصدقائي، تنتمنى باش اني ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله.